احلى حاجه في العيد لبس العيد طبعا. كنت بستنى قوي كوبايه الشاي مع كحك العيد. جدتي ام ابويا هي اللي كانت بتقعد على الارض وتفرش وتجيب الصاج الكبير ده وتخبز الكحك. العيديه كنا بنقف قدام شقه جدي بالطابور كده علشان يدينا عيديه والورق البنكنوت الجديد العشرات والخمسات. عيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين.